أعزائي مشاهدي ومتابعي وقراء اليوم السابع في كل مكان من قرية المعصرة التابعة لمركز دخلة محافظة الوادي الجديد ورصد لمبادرة خيرية وإنسانية لدعم مرضى كورونا، وهي مبادرة أكسجين الخير، وهي عبارة عن توفير أجهزة توليد أكسجين لدعم المرضى المصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلي. واحنا داخل احدى الجمعيات الخيريه، جمعيه تنميه مجتمع بقريه المعصره، ومعانا الاربع حضرتك صبري نصر احمد امين الصندوق الجمعيه الخيريه للتنميه بالمعصره. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. انتوا المبادره دي عملتوها بشكل انساني او خيري، ايه السبب اللي خلاكم فكرتم في الاجهزه بتاع الاكسجين؟ السبب اللي خلانا لجأنا الى الاجهزه دي كثره الحالات المصابه بفيروس كورونا، تمام، والنظر للعزل المنزلي داخل القريه عموما داخل المركز. احنا بندي الاجهزه دي برضه خارج القريه، يعني مش مقصره على المعصره بس، تمام، محتاجة الجهاز في أي قرية من القرى المجاورة، يعني قرية المعصرة والقرى المجاورة ليها، القرى المجاورة ليها، تمام، أي مكان بيحتاجه بنودي الجهاز. طب هو الجهاز ده تكلفته كام يوصل؟ ده وصل معانا 9000 جنيه. الجهاز ال 5 كيلو وصل 5 كيلو 5 كيلو وصل 9300 جنيه، الجهاز ال 10 كيلو عمل 18000. طب إيه الفرق بين الخمسة والعشرة؟ لا، الخمسة بيشتغل على الحالات الأكسجين اللي ما بينزلش شوية. العشرة بيدي اكسجين اكتر. لو حالة اكسجينها مثلا وصل 50 بضطر اركب العشرة. يعني ده بيغني عن ان المريض يتنقل للعناية المركزة؟ طبعا بيغني عن الاسطوانة. عن الاسطوانة. الاسطوانة ومال الاسطوانة والشيل والحط والقصة دي. تمام. قول لنا حضرتك الجهاز ده بيشتغل ازاي واهميته ايه لمريض كورونا؟ بالنسبة للاجهزة دي احنا لجأنا لها عشان العزل المنزلي. العزل المنزلي عشان نخف الضغط شوية على المستشفى. تمام. الموضوع العزل المنزلي لما الاكسجين بينزل تحت من 90 ل 92 بنضطر نحط البزنس. تمام. طيب انت طريقه تشغيلك عامله ازاي؟ سهله خالص. بتحط الجاي دي ميه. وتركب الوصله دي وتظبط المؤشر ده. في اجهزه 5 واجهزه 10. تمام. الخمسه ال 5 كيلو ده تظبط المؤشر على 4 وتبتدي تشغل البزنس. تمام. تحط الماسك الفتحه دي، فتحه الكوبايه دي، تمام، من الفتحه للمريض. ايوه. يشتغل عادي وتدوس على المفتاح كده كده الجهاز يشتغل. تمام. بس ده نفس النظام بس بشكل ثاني. نفس الموضوع هنا. طب ده يقعد قد ايه مع المريض مثلا لما تكون عنده مشكله؟ بيشتغل 24 ساعه. طول ما هو عنده ضيق تنفس او انت قست له الاكسجين لقيته قليل؟ لا. كل جهاز معاه مقاس اكسجين. معاه المقاس بتاعه. معاه المقاس بتاعه. انا بقيس للمريض اكسجينه نزل تحت ال 92 بضطر احطه على الاكسجين. على الوان. تمام. لو في ضيق تنفس بضطر ادي جلسه ترفيه او انتروجين. تمام. طب قول لنا حضرتك الاجهزه دي انتوا جايبينها بتقدموا الخدمه دي مجانا؟ للمرضى. قدمها مجانا طبعا. نظر الاجهزه دي بالتبرع والتعاون مع اهل القريه وبجهود ذاتيه. تمام. الجمعيه مساهمه من الجمعيه برضه. وفرنا 6 اجهزه والسابع جاي ان شاء الله في الطريق. نظرا للظروف اللي بتمر بها القريه الحاليه. البلد عموما يعني. تمام. برضه اهل الخير من البلد يعني انهم يساعدوا معنا في الموضوع ده. تمام. بالاضافه الى دور الجمعيه برضه في المساهمه برضه في توفير الاجهزه. طب قول لنا ايه الجهاز الصغير ده؟ بالنسبه لجهاز التركولين ده احنا عندنا 4 اجهزه. في 3 طالعين بره عند الحالات. الحاله لو حصل في ضيق تنفس بعمل جلسه تركولين. ايوه. يعني بحتاجه عند اللزوم لو الحاله حصل في ضيق تنفس. بعمل جلسه تركولين او اتروبين او بالميكورد. حسب ما الدكتور بيكتب للمريض، بس الجهاز بيبقى موجود عنده في البيت. عشان في اي وقت بالليل بالنهار صدر متضايق
يعمل جلسة المريض يعملها لنفسه. وفرتوا كم جهاز لغاية دلوقتي في الجمعية هنا أو في القرية؟ بالنسبة لأجهزة الفركولين عندنا 4. تمام، والجهاز المولد ده؟ المولد عندنا 6 مولدات، في واحد بيجي بكرة إن شاء الله تشحن. يعني 7 أجهزة إن شاء الله. 7 أجهزة إن شاء الله. ستة موجودين، في 4 عندنا ثلاث، ستة خمسة، خمسة لتر وواحد عشرة. واحد عشرة لتر. طب انتوا كنتوا برضو اعلنتوا عن مبادرة اللي هي مبادرة خيرية لتوفير او توصيل بروتوكول مرضى كورونا للحالات. كلمنا حضرتك عن المبادرة دي، كنا برضو في سعر الحالات غالي وحالات صعبة، والناس برضو في ناس محتاجة مساعدة. فاقترحنا اقتراح كده في الدرعية كمبادرة من الدرعية، على اساس ان احنا نجيب العلاج للناس الحالات اللي غير قادرة في القرية، قسمناها غير الحالات المحتاجة فعلا. دي حنوفر الفلوس دي من التبرعات الموجودة بالجمعية، وجبنا رأي لجنة الفتوى بالمركز الداخلة على اساس ان نحول زكاة الزروع والمال للعلاج المرضى بفيروس كورونا. تمام، وبدأنا الحمد لله المبادرة، والفلوس ان شاء الله موجودة في الجمعية، وفي انتظار تلقي اي روشتة علاج ان شاء الله احنا نلبيها للناس اللي محتاجة. بالتوفيق ان شاء الله، واشكركم جدا اعزائي مشاهدي ومتابعي وقراء اليوم السابع في كل مكان. كان معكم من الوادي الجديد ماهر ابو نور. طيب، هل في الجمعيه لها دور في موضوع توعيه الاهالي بخصوص الاصابات اللي موجوده او تزايدها؟ او ليها الجمعيه دور؟ تفضل بالنسبه طبعا بالنسبه لموضوع التوعيه، احنا يمكن من بدايه ظهور الجائحه والجمعيه قامت بدور كبير جدا، ان عملنا حملات توعيه في المساجد، توزيع المنسقات في المساجد، توعيه في المدارس. واحنا يمكن بنمتاز الفرصه دي ان احنا اذا كنا بنقوم بدور ان احنا بنوفر مثلا اجهزه مولدات اكسجين، واذا كنا بنعمل مبادره لتقديم العلاج لمصابي كورونا بالمجان. لكن احنا بنقول ان الناس يعني لابد ان تتخذ وتتبع الاجراءات الاحترازيه، لان الوقايه طبعا خير من العلاج، وان احنا يعني نقلل من عمليه التزاحم والتجمعات اللي بنشهدها يعني خلال شهر رمضان. ويعني يا ريت يكون في وعي عند المواطن قبل ما يعني نقع في المحظور والاصابات تزيد. احنا يعني بايدينا ان احنا ان شاء الله باذن الله لو تكاتف الجميع وحدث نوع من الالتزام، ان شاء الله باذن الله هتكون الاعداد قليله جدا جدا، ونستطيع ان نقضي على هذا الوباء. ويعني بهذه الايام المباركه احنا بنتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع عن هذه الامه، وان يرفع الوباء والبلاء عن الامه الاسلاميه وعن العالم اجمع باذن الله.